و هتسمع لنا دلوقتي بس ايه تقول بحس عالي قوي عشان توري الناس بقى ان ايه ان هي إيه شاطره قوي مش كده. يلا قولي بقى توري لنا ايه. قولي سوره الفجر. ها يلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ها يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نسلها في البلاد. صدق الله العظيم. شيء جميل جدا ان طفلة صغيرة زي ما انتم شايفين يعني يكون في قلبها وفي عقلها وفي نفسها القرآن الكريم. انا بعد كده هتكلم مع الاب والام لان طبعا الاب والام هو الاساس لان دي الاسرة الصالحة اللي بينبت فيها الزرع الصالح.